طاقتك لهذه القراءة، أنت في طاقة انتظار وترقب. ربما أنت تكون في زواج مع شخص وأنت الآن معه في مشكلة، بينكما مشكلة، وأنت تريد أن تنتظر ماذا سيحصل وتترقب ما هي خطوته القادمة، ما هي الخطوة القادمة التي سيقدمها لك. فأنت لا تريد أن تعبر له عن شيء، عن مشاعرك، وربما أنت فقط تنتظر ماذا سيحصل منه. فأنت معجب به وعندك طاقة كبيرة تجاهه، ولكنك لا تبدي أي مشاعر في هذه الفترة سوى الترقب والانتظار. وهل هو أيضا لأنك لا تعلم أيضا حقيقة مشاعره نحوك؟ أنت لا تريد إظهار مشاعرك وأنت لا تعلم حقيقة مشاعره أيضا. هذا الشخص تراه منشغل جدا في أعماله، ربما يقضي ساعات طويلة على الإنترنت مع أشخاص آخرين، يكلم أشخاص آخرين، أو في أعمال كثيرة، عنده أعمال كثيرة، عنده مشاريع كثيرة، وهو منشغل جدا في أعماله. أجل، هذا الشخص هو منشغل في أعماله ونجاحاته وحياته، هو جدا مشغول، هو يعشق العمل، وهو متباعد عنك في هذه الفترة. طاقة هذه القراءة، أنت في موقف قوة وسيطرة على النفس. أنت تجد نفسك بأنك مسيطر على أعصابك، على عواطفك، ولا تريد أن تظهر لهذا الشخص أي نوع من أنواع الإعجاب أو الظهور، إظهار حبك ومشاعرك له حاليا. الحبيب هو في موقف، أيضا في موقف قوة، ربما يكون أيضا كما قلت هو منهمك جدا في أعماله ومشاريعه، وهو في قمة نجاحاته هذه الفترة، لأنه كما يظهر لنا في الطاقة هنا أيضا هو جدا إنسان مشهور، ربما يكون مشهور، مشغول جدا بأعماله، وإنسان ناجح جدا جدا بأعماله ومشاريعه. وهو الآن احتمال بأنه يكون مبتعد عنك بسبب عمله الكثير، وأنت الآن مسيطر على نفسك، لا تريد أن تظهر لك له حبك، لأنك لا تريد أن تظهر نفسك بموقف ضعف. مشاعرك تجاه الحبيب، أنت تراه ربما في علاقة ثلاثية، أو يتكلم مع أشخاص آخرين، أو أنه مشغول بشيء آخر عنك، ربما كما قلت بعمله، منشغل بأعماله ومشاريعه وحياته، ويعيش حياته بكل ما فيها، وأنت هكذا تراه. الحبيب يراك بأنك أنت توأم لروحه، يحبك كثيرا، ويتمنى الرجوع إليك إذا كنتما منفصلين. وإن كنتما متباعدين أو تعرفتما على بعض عن طريق السوشيال ميديا، لأن كما أرى هنا وراقب السوشيال ميديا، كأنكما تعرفتما على بعض، وأنت تراه جدا منهمك بأعماله، ولم يعد يظهر لك أي عواطف أو مشاعر في هذه الفترة، وهو متباعد عنك، فهو يراك توأم لروحه، وهو يحن إليك ويحن أن يكون معك، وهو يشعر بأنه يعرفك من حياة سابقة، هو جدا يحبك، ولكنه ربما يكون كما قلت منهمك في أعماله، أو عنده أي شيء آخر مشغول يشغله عنك. نوايا هذا الحبيب، أنا أرى هذا الحبيب أنه في موقف جدا صعب، هو يمر في حياته في وقت صعب جدا، يمر بحياته بتغييرات جذرية شاملة، قد مرت معه أو ستمر معه في هذه الفترة، تقلب حياته رأسا على عقب، ربما تكون سلبية أو ربما تكون إيجابية، وهو الآن مشغول جدا
ولا يجد أي وقت لأي تفكير أو نوايا سوى أن يخرج من هذه المشاكل الصعبة التي هو فيها الآن. فأنا أرى بهذه الكروت ربما يكون لهذا الشخص عنده سحر في حياتي أو حسد أو أي شيء من الأعمال السيئة التي في حياته، لأني أرى هنا 3 بطاقات وهذه تدل احتمال كبير بأنه هو في وضع صعب الآن. هو يحن إليك جدا للرجوع وينوي ويحبك جدا ويراك الصولميت، ولكن هو في وضع الآن في وضع تغييرات جذرية في حياته، وهو يريد في هذه الفترة الخروج من هذا المأزق أو هذه المشاكل التي هو بها. انظري هذا الكارت أيضا، هو متمم لهذا الكارت. هناك تغييرات جذرية في حياته، وهو الآن في وضع صعب، وهو يشعر بأنه يحمل حمل ثقيل لا يقوى على الخروج من هذه المشاكل. هو في وضع جدا صعب. هذه نواياه وخطوته القادمة الخروج من هذه المشاكل، حل هذه المشاكل الصعبة التي معه في حياته. هو قد مل، قد نفذ صبره ونفذت طاقته، وربما يتصرف في هذه الفترة بشكل عشوائي غير مسؤول. هو يتصرف بشكل لا يعرف لماذا يتصرف هكذا، احتمال بأنه يخطئ في هذه الفترة معك، أو فأنت الآن مبتعد وتسيطر على عواطفك تجاهه، لأنك ربما قد أخطأ بحقك وأنه قام بعمل ما معك أبعدك عنه في هذه الفترة. فهو لا تلومه، هو في وضع نفسي صعب، ربما قلت سحر أو حسد أو أعمال أو أي شيء من هذا القبيل. تنصحنا هذه القراءة بأن يطلب المساعدة من رجل يثق به. هذه النصيحة لهذا الشخص إذا كان حبيب برج الأسد يسمعني، فهذه النصيحة لك. اطلب المشورة أو المساعدة من رجل دين. فهذه النصيحة ليست لك برج الأسد. أنت في وضع جيد ومسيطر على نفسك، وأنت في طاقة جدا جيدة، ولكن هذا الشخص هو في طاقة صعبة. يجب أن يسأل أحد رجال الدين الموثوق بهم لحل هذه المشكلة. سنأخذ نصيحة. هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة. هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة. ربما هناك أشياء في حياة هذا الشخص قد تغيرت ربما بسبب أحد الأشخاص في حياته. دخل على حياته شخص معين، امرأة أو أي شخص، دخل على حياته بهدف المرح والتسلية والحب، ولكنه قد غير حياته، وهذا الأمر قد عمل بينكم مشكلة بسبب هذا الشخص، وهذا الشخص قد الالتزام معه لهذا الشخص سيؤدي إلى الحزن والخسارة، أو ربما بسبب الأعمال والأسحار التي تعرض لها سيؤدي إلى الحزن والخسارة. تقول لك هذه البطاقة: احذر فالحذر واجب. احذر من الأشخاص السلبيين الذين هم في حياتك. احذر، أنت برج الأسد وحبيب برج الأسد. فهناك، أنا أرى هناك أيدي خفية دخلت في حياتكم وخربت عليكم هذه العلاقة. لنأخذ نصيحة الرومانس أنجل. تقول لك هذه البطاقة: انفصال. يجب عليك ترك هذه الفترة، حان الآن هذه الفترة بأن تترك
جميع العلاقات السابقة. حان الآن وقت الانفصال وترك جميع العلاقات السابقة، فربما هذه العلاقة تؤثر لك عليك سلبا في حياتك. نصيحة أخرى تقول لك: حب نفسك الأول، فأنت بحاجة إلى أن تحب نفسك وتترك العلاقات السابقة التي تؤثر بحياتك بشكل سلبي. فإذا استمريت بهذه العلاقات السابقة في حياتك وبقيت في حياتك، فأنا أرى بأن هذا الشيء سيؤدي إلى الخسارة وإلى الحزن في حياتك، وأنت لا تحتاج لهذا الأمر. النصيحة أن يأخذ المبادرة حبيب برج الأسد، وأن يطلب النصيحة والمشورة من شخص كبير في السن يثق به، أو رجل دين إذا كان في مشكلة يجب عليه أن يلجأ إلى رجل دين. وإذا أنت تشعر مواليد برج الأسد أنك أنت بحاجة إلى هذه النصيحة، فيجب عليك أن تترك هذه العلاقات وتلجأ للمشورة من رجل دين أو أب أو أي شخص كبير تثق به، وتشرح له مشكلاتك فهو يساعدك بهذه الفترة. أرجو أن تعجبكم هذه القراءة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.